ببطء تسير عجلة العودة إلى الحياة الطبيعية بالنسبة لبعض المهن والقطاعات، لا سيما طب الأسنان الذي توقف نهائياً منذ بداية أزمة كورونا في تركيا منتصف آذار الماضي، بعدما صنفته منظمة الصحة العالمية على قائمة المهن الأكثر خطورة لانتشار الفيروس، ما شكل هاجساً لدى الأطباء والمرضى على حد سواء. نحن وقفنا مدة شهرين ونص. هلأ تابعنا طبعاً مو جميع العيادات الأسنان، بس ضمن المشافي، وتستقبل حالات خاصة بمواعيد محددة، لأنه العالم كمان عنده خوف. بحب دائماً أن أطمن المريض أنه مثل ما أنت خايف على حالك، فأنا كمان خايف على حالي، فأنا أكيد عم باخذ جميع الاحتياطات لحتى ما أخذ أي عدوى منك ولا تأخذ أي عدوى مني. حزمة قرارات أعلنتها الداخلية التركية مطلع حزيران في إطار تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة عمل معظم القطاعات، ولكنها لم تشمل طب الأسنان الذي اقتصر عمله حالياً على الخدمات الإسعافية والعاجلة وضمن المشافي حصراً، بينما لم يكن أطباء الأسنان وحدهم المتأثرين، إذ انعكس الوضع سلباً على الأعمال المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما التجهيزات والخدمات السنية. السياحة العلاجية طبعاً تأثرت مثل ما الكل بيعرف موضوع إغلاق المطارات وموضوع أنه صعوبة الوصول للبلد، هي نقطة. والنقطة الثانية هو طب الأسنان نفسه تأثر بموضوع العقامة والفيروسات، يعني نحن بنقدم خدمة زراعة الأسنان لطبيب الأسنان، فلما وقف طبيب الأسنان نحن بطبيعة الحال وقفنا. 12,000 عيادة و5,000 مركز لطب الأسنان أغلقت في تركيا منذ آذار الماضي، ليقابلهم توقف قرابة 50,000 طبيب أسنان ومساعد طبيب عن العمل، وسط اعتراضات من اتحاد طب الأسنان الذي اعتبر أن الحكومة خذلت المهنة ولم تشملها في حزمة الدعم المالي المقدم لتخفيف الأضرار الاقتصادية لكورونا. بشقيه العلاجي والفني، كان طب الأسنان أكبر المتأثرين بجائحة كورونا في تركيا، لا سيما مع توقف السياحة واستمرار انتشار الفيروس، في حين يأمل المعنيون أن تتحسن الأوضاع مع عودة الطيران الخارجي إلى العمل. لتلفزيون سوريا، سيمون عناعة، إسطنبول.